مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. إصرار على استكمال المسيرة وتجاوز للتحديات، هكذا ودعت مصر عاما منصرما مستقبلة آخر جديد. استحقاق برلماني وإنعاش اقتصادي وعلاقات خارجية تفتح أفقا سياسيا دوليا قائما على المصالح والندية. مكافحة متواصلة للإرهاب وإنجازات على الأرض تحققت وطموح للمزيد. حلقة جديدة من برنامج مصر في ساعة، فمرحبا بكم. تعددت التكهنات والتسريبات الصحفية حول بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهر يناير الجاري، فيما أكدت الحكومة على لسان المهندس محلب الجاهزية الكاملة لعقدها وحمايتها. مشاورات مكثفة تشهدها مختلف الأحزاب والقوى السياسية للاستقرار على شكل نهائي للتحالفات الانتخابية التي بدت في أربع وجهات رئيسية تضم نحو 76 حزبا سياسيا فضلا عن تكتلات سياسية. رحب قادة الأحزاب والقوى السياسية بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية مؤخرا عن لقاء مرتقب مع القوى السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذ عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. مرحبا بك أستاذ عبد الحليم. اسمح لي أبدأ معك ربما بالاستحقاق الانتخابي الأهم المنتظر من جانب المصريين، الانتخابات البرلمانية. من وجهة نظرك كيف ترى البرلمان القادم؟ يعني أنا أتصور أن البرلمان القادم جملة اعتراضية، يعني ليس شيئا مهما جدا في التطور الديمقراطي أو السياسي في مصر. لماذا؟ بسبب جوهري، هو انه البلدان تختار نظمها الانتخابية بحسب درجة تطورها السياسي، وقد جرى اختيار النظام الانتخابي الفردي، والنظام الانتخابات الفردية اسوأ النظم الانتخابية في سياقنا. لماذا؟ لانه لا يساعد على اعطاء انتخابات البرلمان، وهي عملية سياسية بامتياز، اي درجة من درجات الاحساس بوجود السياسة فيها. والشاهد أن الأمر تحول إلى مزايدة مالية لا مسابقة سياسية. ومن هنا فأنا أتصور أن النظام الانتخابي الفردي بطبعه الذي يعني يهدر آراء غالبية الناخبين، لأنه يقوم ببساطة على فكرة الذي يحصل على 50% زائد واحد يفوز بالمقعد أو المقاعد المقررة، وهذه قاعدة التصويت نفسها سواء في نظام القوائم المطلقة أو في الانتخابات الفردية. وأنا أتوقع إقبالا كثيفا جدا على الترشح، لأن هذا من طبع النظام الانتخابي الفردي أيضا، أنه في ترشح بلا ضوابط. أتوقع أن يقدم 30,000 مصري على الترشح في الانتخابات المقبلة. هذا يعني أن الأمر لن يحسم غالبا من الجولة الأولى. فلو تخيلنا مثلا أننا بصدد 100 صوت في دائرة ما، للإيضاح يعني، الذي يحصل على 51 صوتا من الجولة الأولى يأخذ المقعد أو المقاعد المقررة للقائم. غالبا سوف تحدث إعادات، يعني جولات إعادة، وتنخفض معها نسبة التصويت. فإذا كان عدد المصوتين في الجولة الأولى 100، بيتحول في الجولة الثانية ليكون 20 صوتا بسبب انسحاب أو خروج أغلب المرشحين بأنصارهم. الذي يحصل من 20 صوتا على 11 صوتا يحصل على المقعد أو المقاعد المقررة. في المثال البسيط، قرر 11 صوتا مصير البرلمان من 100 صوت، يعني في 89% أهدرت أصواتهم من أصوات بالجملة. الناخبين أصوات الناخبين. يعني هذا المثال التبسيطي أردت يعني ضرب، يعني لماذا يهدر آراء غالبية الناخبين. قد يحتج البعض فيقول لنا أنه نظام الانتخاب الفردي معمول به في عدد لا بأس به من البلدان الديمقراطية، خاصة بلدان الأنجلو ساكسونز زي بريطانيا، أمريكا، كندا، أستراليا، وحتى في الديمقراطية الهندية. نرد عليهم بقولنا التالي، أن النظام السياسي في هذه البلدان قد استقر على نظام الحزبين، يعني في نظام سياسي مستقر على نظام الحزبين، العمال، المحافظين، الجمهوري، الديمقراطي، المؤتمر، جاناتا إلى آخره. وجود استقرار في النظام السياسي وبلورة له على هذا بهذه الطريقة الحادة المستقطبة لا تجعل من فرق في اختيار النظام الانتخابي. في كل الأحوال سوف يصوت الناس
بمنطق سياسي إما للمحافظين أو للعمال أو لأي حزب. فهنا إنما نحن نحتاج انتخابات يعني تفرز برلمانا للرقابة والتشريع. احنا ببساطة باختيار النظام الانتخابي مع درجة التطور السياسي المنخفضة يعني غياب الأحزاب السياسية تقريبا. طيب أستاذ عبد الحليم على من يقع بيفرز نواب خدمات وهم بيتظاهرون بأنهم يخدمون الناس بينهم في الواقع يخدمون أنفسهم. ولذلك لا أتوقع أن يكون البرلمان في هذا الاختيار في هذا الاختيار يعني اختيار النظام الفردي للبرلمانات المصرية على من يقع الخطأ؟ هل على الحكومة المصرية أم على الأحزاب المصرية التي غير قادرة على إثبات وجودها حتى بعد 4 سنوات من الثورة المصرية؟ هذه نقطة مهمة جدا لأنه اللغط بيصور فيها باستمرار. أنا أولا على من يقع اختيار النظام الانتخابي يقع على صاحب القرار الذي قرر نظام الانتخاب الفردي هو في وقت الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت. ربما يكون له وجهة نظر أن الأحزاب غير موجودة في الشارع المصري. ما هي دي النقطة الثانية بقى اللي أنا أريد أن أتصدى لها لأنها الحقيقة يعني أكذوبة غير لطيفة تماما يعني. أولا بالفعل لا توجد أحزاب سياسية ذات قاعدة شعبية. اختيار نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة هو الذي يخلق أحزابا شعبية. إزاي؟ الناس بتربط ذهنيا بصورة خاطئة بين فكرة الأحزاب وفكرة القوائم. هذا ربط مضلل لأن القوائم النسبية غير المشروطة لا يشترط فيها أن تكون حزبيا أو غير حزبي ولا يشترط فيها أن تقدم قوائم كاملة. يعني مثلا لو احنا افترضنا في قائمة من ثمانية لو في واحد بس كون قائمة بيحصل نظام الانتخاب النسبي ميزته الرئيسية أن يحفظ لكل صوت قيمته في التمثيل البرلماني. فمقابل إهدار النظام الانتخاب الفردي لأراء غالبية الناخبين على نحو ما أوضحنا يحفظ نظام الانتخاب النسبي لكل صوت قيمته ثم أنه يتصدى للخلل الجوهري في تجربتنا ونحن نتقدم إلى الديمقراطية وهو أننا نتقدم إلى الديمقراطية بلا أحزاب سياسية. تلجأ الأحزاب في العادة ولم تعد هناك قيود على إنشاء الأحزاب في مصر إلى لجنة الأحزاب. أنا عاوز نظام الانتخاب النسبي لكي نلجأ إلى الشعب بس اسمح لكي يفرز تياراته واتجاهات حتى السياسية. أستاذ عبد الحليم إذا أخذنا في الاعتبار ما تقوله كان من الممكن أن يكون هناك عدد من المستقلين في قائمة وتنجح يعني في هذه الحالة ينجح الفرد أو المستقلين وأيضا لا تنجح الأحزاب لأنها في النهاية ربما كما رأت الحكومة المصرية هي غير موجودة في الشارع المصري. الأحزاب في مصر عبارة عن يا إما يعني دكاكين أو بتوكات أو نوادي روتري. أنا بتكلم عن خلق أحزاب شعبية تعبر عن اتجاهات الرأي العام. يعني يمكن أن يتقدم المرء بقائمة مستقلة لكنه في الانتخابات النسبية تكون فيها الغلبة للبرامج لا للأشخاص فيتعود الناخب رويدا رويدا مرة بعد المرة على أنه يصوت لاتجاهات. من خلال التصويت الشعبي تخلق الاتجاهات السياسية من خلال لجنة الشعب وليس من خلال لجنة الأحزاب. هذه فكرتي الأساسية. دعنا النظام دعك بقى من انه الوضع القانوني للانتخابات المقبله اللي هو قانون مباشر حقوق سياسيه قانون مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر كله قولا واحدا باطل دستوريا والبرلمان مرشح للحل في اقرب فرصه يختارها من بيدهم الامر. طيب امام المحكمه الدستوريه طبعا. طيب ما الدليل على ذلك بان كل هذه المجموعه من القوانين هي قوانين غير دستوريه وهل هناك نقاط محدده انت ترى من وجهه نظرك ان طبعًا. في هذه القوانين طبعًا. هناك نقاط محدده غير دستوريه وما هو الهدف من جانب الحكومه المصريه والسلطه التنفيذيه ان تخرج قوانين غير دستوريه من وجهه نظرك؟ يعني انا الـ 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 طبعا لا يوجد احد من المشرعين يقول انه يصدر قانونا غير دستوري. دائما يقولون كل شيء تمام ونحن لدينا سوابق آخرها البرلمان الذي انتخب في 2011 وقلنا أن القانون وقتها غير دستوري وكلفوا البلد مليارات الجنيهات زي ما هيكلفوها دلوقتي مليارات الجنيهات وليست هذه السابقة الوحيدة هناك يعني 5 برلمانات حلت في مصر برلمان 84 وبرلمان 87 وإلى آخره يعني. فإحنا عندنا تراث من العك القانوني وتراث من عمل الترزية اللي عادوا لإحياء نشاطهم من جديد. الفكرة الأساسية من أين بدأ ما أسميه العك القانوني بين قوسين طبعا يعني اللخبطة دي واللغوصة القانونية بدأت من نص الدستور نفسه. في المواد الانتقالية للدستور وهي مواد موقوتة تسري فقط على أول برلمان تم ابتداع عبارة لا يمكن أن ترد في دستور. الدستور ده أبو القوانين
والنص القانوني لابد أن يكون منضبطا يرد عليه الإجماع في الفهم وليس التأويل. وردت نصوص عن تمييز خمس فئات، هي العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، واسم طلب النص تمثيلا ملائما لهذه الفئات. التمثيل الملائم عند أحدهم قد لا يكون ملائما عند أي أحد آخر، فهو يخضع لتأويل مزاجي. ما فيش حاجة نص في الدنيا اسمه تمثيل ملائم، في حاجة اسمها يا في كوتا يعني تمييز إيجابي محدد بالعدد أو بالنسبة، أو ما فيش، أو في مساواة. فمن هنا بدأ، ثم أضاف إليه المشرع الحقيقة مش بس في نظام الانتخاب الفردي، على في نظام قائمة مطلقة يستوعب هذه الفئات المميزة، إضافة للمرأة المنصوص عليها في المادة 11 بتعبير أيضا غير قانوني غير منضبط قانونا اللي هو التمثيل المناسب في المادة 11. بعد ذلك فدول حشروا ألفوا شيء اسمه القائمة المطلقة تستوعب 23% من عدد أعضاء البرلمان المقدرة ب 540 عضوا، يضاف إليهم 27 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية بنص واضح 5% من أعضاء البرلمان. نعم. نص يعني صريح وقاطع. لما جاء ال 540 اللي هم المقرر انتخابهم بالنظام الفردي، جاء أوان تقسيم الدوائر في الدنيا كلها، يعني لا يوجد، ولا حتى في التراث المصري بالمناسبة على كثرة العك فيه، لا يوجد في الدنيا تقسيم للدوائر، دوائر درجة أولى ودرجة ثانية وثالثة، يعني دائرة بنائب ودائرة بنائبين ودائرة بثلاث، هذا لم يحدث حتى في التراث المصري على كثرة التلفيقات القانونية فيه. فأنت هنا هتكتشف حاجة بسيطة جدا، إن في ناخب من حقه يختار نائب واحد، وفي ناخب من حقه يختار نائبين، وفي ناخب من حقه يختار ثلاثة. ثم هتجد شيئا آخر عجبا، يعني إن القاعدة الانتخابية لمقعد القائمة المطلقة 3.5 القاعدة الانتخابية لمقعد القوائم الفردي، يعني لا مساواة لا بين المرشحين ولا بين الناخبين. والمساواة كما نعلم وتكافؤ الفرص هو عمدة المبادئ الدستورية المجردة اللي هي فوق أي دستور في الدنيا. فهنا أضيف إلى ذلك في التفاصيل أشياء بالغة العجب، منها مثلا مادة 6 في قانون مجلس النواب اللي بتقول إنه إذا أنت بقيت عضو برلمان وغيرت صفتك الحزبية التي انتخبت على أساسها، أنت منتخب مستقل أو حزب الفلاني أو الحزب العلاني أو كذا، جميل. نعم. إذا أنت غيرتها يجوز إسقاط عضويتك بتصويت أغلبية الثلثين في البرلمان. إنما إذا كانت اللي غير ده امرأة لا تسقط عضويتك. وهنا يكون يعني هناك عدم مساواة الحقوقية، عدم مساواة الحقوق السياسية. طيب إذا سأقف عندك، عفوا أستاذ عبد الحليم، عند هذه النقاط. هو يرى من وجهة نظر أنه ربما يكون هناك مواد أساسية في هذه القوانين قد تعرض البرلمان القادم للحل، ولكن على الجانب الآخر هناك وجهات نظر مختلفة. أعود إليكم، اسمحوا لي بعد الفاصل.